السلام عليكم ورحمة الله. والنهاردة بأمر الله هنخش في الحلويات وننسى الأكل شوية. المرة اللي فاتت عملنا كيكة بالشوكولاتة سادة، ما قدرنا إيه؟ أنا بستعمل على طول الكيكة الجاهزة. لو أنت عايزة تعمليه من مقادير في البيت، هتعملي كوباية دقيق وعليها معلقة كاكاو. لو عايزة تعملي صينية كبيرة ضعف الكمية، هيبقى كوبايتين دقيق ومعلقتين. كل ما تعملي اكبر كل ما تضاعف الكميه. نبدا ونقول مقاديرنا. معايا هنا الكيكه الجاهزه، ومعايا كوبايه سكر، كوبايه حليب، كوبايه الا ربع زيت، معايا بيضتين، معايا معلقتين كاكاو. ليه بقى معلقتين كاكاو؟ انا الكيكه بتاعتي جاهزه. هنعمل الاول الخليط اللي هو هيتحط فوق الكيكه، صوص الشوكولاته بمعنى الاصح. هعمل ايه؟ مقاديرنا النهارده كلها في الخلاط، ولا مضرب بيض ولا اي حاجه. اول حاجه صوص الشوكولاته هنعمله ازاي؟ كوبايه الحليب كده، كوبايه السكر، والزيت. واحط بردك الكاكاو كله. هضربهم في الخلاط وهنرجع تاني، لاني هاخد من ده كوباية وهكمل بقية الخليط بتاع الكيكة، بس هضربه في الخلاط وهنرجع عشان ما نتوهش من بعض. ماشي، هضرب ده في الخلاط وارجع لكم تاني. وادي الخليط بتاعنا، هاخد منه بقى كوباية. بصوا ما شاء الله، هركن بقى الكوباية دي على جنب كده. وادي البيضتين اهم، هضيفهم على الخليط ده واضربهم تاني في الخلاط وارجع لكم تاني. وادي الخليط بتاعنا اهو، هقوم ضايفاه كده. ابتدي اقلب فيها كده. وزي ما تعودنا الفرن، قبل ما ابدا في الحاجه بفتح الفرن على درجه حراره 180 عشان الفرن يسخن. لازم الكيكه واي حاجه بتعمليها لازم تولعي الفرن قبليها ب5 دقايق. وابتدي اعمل كده لحد ما يديني خليط الكيكة التقيل اللي احنا عارفينه. وادي الخليط بتاعنا اهو، بصي بصي شكله جميل ازاي. هعمل ايه بقى؟ معايا صينية 34، حاطه فيها حبه زيت ذره كده، واقوم موزعه الزيت في كل الصينيه. وهعمل حاجه بقى تانيه، رشه كاكاو كده. وانزل بالخليط بتاعي. بصي تقل وسمكه. لازم يكون الخليط تقيل كده، بيساعد الكيكه بتاعتنا تطلع مظبوطه ويطلع سمكها حلو. وبصي سهل وما خدش معانا وقت خالص، وكله في قلب الخلاط.
دلوقتي بقى هعمل ايه؟ مولعين طبعا الفرن بتاعنا على 180 درجة بقاله بتاع 10 دقايق دلوقتي، فالفرن سخن. ماشي، اول حاجة الصينية تبقى عاملاها كده عشان ما يبقاش الكيكة طبعا معوجة، تبقى مظبوطة. احطها في الفرن ونص ساعة وهبص عليها. شفتي الخلة دي كده؟ اول ما تلاقي الكيكة ابتدت تعلى، بس بعد نص ساعة، يعني نص ساعة 25 دقيقة، تبص عليها تقومي حاطة الخلة دي في قلبيها كده. لو طلعت ملتصقة بالشوكولاتة او فيها اي حاجة يبقى لسه ما خلصتش، انما لو طلعت نظيفة كده وما فيهاش حاجة هنشوفها مع بعض بره. احطها دلوقتي في الفرن على درجة حرارة 180. ماشي، واول ما تخلص هاجي اوريها لك. وادي اهي قعدت 25 دقيقة بالظبط في الفرن. بصي اهي الخلة ما فيهاش حاجة اهي، بصي يبقى كده استوت معايا كده. عرفنا قعدت قد ايه؟ قعدت 25 دقيقة في الفرن. وادي اهي قطعتها بالطريقة دي كده، هجيب الشوكولاتة بتاعتي واقوم عاملاها كده. بص سمكها ما شاء الله، بصوا بصوا تقيله ازاي. عايزه اقول لكم بقى معلومه مهمه نسيت اقول لكم عليها، الكيكه الجاهزه ما بيتحطش عليها بيكنج باودر، لكن لو انت هتعمليه دقيق وكاكاو لازم تحطي عليه كيس بيكنج باودر، يعني مقدار معلقه كبيره. الكيكة بتاعتنا اللي احنا نعملها اللي عملناها النهاردة او اللي عملناها قبل كده، لو هتعمليها بالدقيق العادي هتاخد معاكي معلقة كبيرة بيكنج باودر، لكن الكيكة الجاهزة بيبقى مقاديرها منها فيها البيكنج باودر وفيها كل حاجة والفانيليا وكل حاجة، فانت لو هتعمليها الكيكة الجاهزة مش محتاجة تضيفي عليها فانيليا او بيكنج باودر. فهمنا المعلومة دي؟ عشان ناس كتيرة بتسأل بتقول الكيكة الجاهزة اضيف لها بيكنج باودر، لا طبعا، لان الكيكة الجاهزة عليها البيكنج باودر وعليها كل مقاديرها منها فيها، لكن لو انت هتستعملي الدقيق العادي وعايزة تعملي انت الكيكة كلها مقاديرها كلها من عندك، يبقى هتعملي الدقيق وهتحطي عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة كاكاو او معلقتين كاكاو، يعني لو هتحطي كوباية دقيق عليها معلقة كاكاو. بصوا شكله، وسهل جدا 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 وما خدش معايا وقت، وخد في الفرن 25 دقيقة بالظبط. 25 دقيقة تظبطي كده وتطلعي الكيكة بتاعتك. بصي بصي جمالها، مليانة بصوص الشوكولاتة كلها، بصي حاجة جميلة، بصي شكلها تحفة وطعمها جميل جدا. لو عجبتكم الوصفة النهاردة والطريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.